بدي احكي بثلاث عناوين باختصار كتير، بدي احكي باربع عناوين. النت عم يروح ويجي، النت معلش تحملوني، شفاف صريح واضح بدون اي مجاملة. انا كمان اسف مرة تانية للنت، ارجو المشاركة على اوسع نطاق اصدقائي، ارجو المشاركة، يعني ما بدنا نكتفي بس انه نعمل لايك نعلق، حكينا بهذا الموضوع قبل، بدنا نشر على اوسع نطاق. حزب البعث العربي الاشتراكي، طيب الامريكان بدكم حرية؟ ما هو يدعو الى الحرية. الامريكان بدكم ديمقراطية؟ ما حزب البعث العربي الاشتراكي يدعو الى الديمقراطية، وانتم شهود هذه المرحلة، سقف الحريات الموجود في الجمهورية العربية السورية. اسف من النت. فحزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الحرية، وهو حزب الاشتراكية. انا اسف للنت. هلا منقول ليش الامريكان بدهم اجتثاث حزب البعث العربي الاشتراكي؟ انا اسف، النت في مشكله بالنت، وبين قله قليله منغمسه ومندسه في السويداء. انا اسف على النت كمان مره تانية، بدنا نتحمل. السيده اسماء الاسد، انتم شهود المرحله يا شباب. السيده اسماء الاسد، انتم كلياتكم اسف مره ثالثه رابعه خامسه ما بعرف. العائلات الوطنيه لن تسمح بان تنجرف السويداء. أرجوكم سامحوني، أرجوكم سامحوني على النت. لذلك نحن جميعا محصنين. السيدة أسماء الأسد، أنتم كلياتكم عم تشوفوا الحملة الممنهجة اللي عم تقودها كل القنوات المعادية وماكينة الإعلام. كمان آسف، في واحد منكم قادر يشيل ابنه عن موبايله؟ أنا آسف مضطر أنا أعجل بالكلام لأنه ما بعرف شو وضع النت إيمت بيروح على الخالص. ما فينك أنا آسف، رح أنهي بسرعة. أرجوكم نزيد الوعي ونفهم شو عم نحكي. أنا كمان آسف، رح أنهي لأنه النت ما عم يساعدني أبدا، والمعطيات الثانية بنحكيها بفيديو لاحق. لذلك حافظوا على هذه الأيقونة، حصنوا هذه الأيقونة. أنا كمان آسف كتير اليوم، ما بعرف ليش حظي أنا وياكم. الخلود لرسالتنا، ما عم يساعدني النت لأشرح زيادة، لكن أرجو أوسع نطاق، أرجوكم نزيد الوعي ونفهم شو عم نحكي. أرجوكم نفهم.